انضمت لنا هلا ريم وتار خبيره بالابراج الصينيه، وطبعا رح نحكي مع ريم عن مطلع 2024، شو متوقع لهيدي السنه، كل الابراج كمان كيف حظوظها، من الأسوأ ومن الاكثر حظا. اهلا وسهلا في كريم، شرفتي. يسعد مساكي ديانا، يسعد مساكي كارين، وان شاء الله سنه حلوه عليكم يا رب، وان شاء الله هيك 2024 بتكون افضل من السنين اللي طيب فاتت. انا ما رح اسال ولا سؤال من المكتوبين، رح لانه بعرفك يعني رح اتركك تحكي. اذا فينا نحكي توقعات عامه عن سنه 2024 خاصه للمنطقه هون للبنان، يعني بعدنا ما مبلشين، هلا بجونا خبر بيقرف. طب شو التوقعات العامه لسنتنا؟ يعني أنا بفضل دايماً التوقعات العامة تكون توقعات خير، بس بالعموم يعني بالآخر نحن بالمنطقة كلنا كارين ما في حدا عم بيتوقع شيء وبيكون متوقع، لأنه بتحسي كلنا ماشيين بمخطط، مخطط ضد المنطقة كلها. فبالنتيجة بنقول نحن دايماً ندعي، نقول يا رب يحمي هالشعب ويحمي هالناس البريئة المخصصة بكل هالقصص اللي عم بتصير، ونتأمل يا رب تكون سنة خير. يعني فإنه التوقعات عم بيفوقوا توقعات الصراحه، بالظلم اللي عم بيصير وبالمشاكل اللي عم بتصير، فعن جد بتوصلي لمحل انه ما بدنا نتوقع غير نقول يا رب يا عم السلام على الكل، ما بنتمنى غير السلام. خلينا نبلش مع الابراج. مع الابراج هلا نحن بسنه التنين الصيني، طبعا الصينيين بيعتبروها سنه التهور والاحلام، سنه رح نشوف فيها كثير تهورات وكثير احلام، هي سنه للمناصب، سنه للاشخاص ذوي قوه ومناصب وجبروت، خلينا نقول فيها تكون سنه كثير حلوه، وفي سنة تكون شوي قاسي، لأنه التنين شوي هو شخص متهور نوعا ما. بنرجع للحديث اللي كنا عم نحكي فيه، كتير تهورات هذا العام، وبنفس الوقت رح يكون في أحلام ويكون في نصر كتير كبير بهذا العام، وإن شاء الله يكون نصر للأشخاص الضعيفة أو لبلادنا أو لمنطقتنا بإذن الله إن شاء الله. طبعا بسنة التنين دائما الصينيين بيهدوا بعضهم بظرف أحمر مبلغ من المال، لأنه بتكون بداية خير وبداية سنة حلوة على الكل، لحتى المال يكتر بالبيت. يفضل كلنا نلبس لون الأحمر، الأصفر، الأورنج، لأنه هن ألوان النار، ألوان التنين كمان، ألوان التنين صح. وكمان نزين بيتنا أو غرفة نومنا أو الكوفرلي، أي شيء نحاول نزين باللون الأحمر لحتى البيت يكون فيه كتير أشياء. أنا دخلك تجزو بتاع أنت تنين. أنا تنين. هلأ هالسنة نحن كلنا ماشيين بمعيتك كارين، يعني يلا ما في حدا إلا بيكون هاي السنة حلي. والله هلكت أنا آخر خمس سنين. لا هي السنة جميلة جدا. هلأ الأكثر حظ كنتوا عم تسألوني، رح يكون الفقر أكثر حظ، الهر بيكمل سنة حظه، لأنه السنة اللي مضيت كانت سنة حظه. الأفعى سنة كتير حلوة عليا، بس على صعيد العاطفي بتكون مش كتير حلوة. القرد كتير حلو، الديك متوسط، الحصان كمان من الأبراج اللي كتير محظوظين عنا، كمان الديك الكلب عفوا متوسط، الخنزير متوسط، والعنزة من الأبراج المحظوظة كمان هذا العام. أوكي. نبتدي مع الفقر مثل العادة. الفقر بدي أقول له شعلة النار اللي رح يطلق التنين رح تشعل بمنارتك الخاصة بهذا العام، رح يكون عنده الكثير من المناسبات والحفلات والصعود إلى قمة الازدهار المالي عند عزيزنا مولود الفقر. التجاري كمان رح تكون أموره كتير منيحة، عام ما رح يمر عليه بدون رفعة شأن، رح يكون عنده رفعة شأن، رح يكون ذو منصب، رح كتير يكون محضر لما يكون موجود، بيكون هو الأنظار كلها عليه. بناء علاقات قيمة، فتح أبواب لفرص جديدة، زيادة بالطاقة والحيوية، لأنه كلنا بسنة التنين رح نكون نشيطين حيويين كتير، رح يحظى بحظ جيد جدا، ورح تكون هنيك الكثير من المناسبات بعام التنين. التنين حدا كمان كنت بدي أقول إنه هو شعلة من النشاط والحيوية، كلنا رح يزيد عنا النشاط والحيوية والثقة بالنفس، رح يكونوا عندك كثير اضعاف مضاعفه يا رب. هذا العام يا رب ان شاء الله. من تمك لباب السماء ان شاء الله. ننتقل عند الثور متوسط، بدي اقول له رح تتوقد شعله الثور العامل بهذا العام، رح يشوف نفسه الثور كثير الحركه والانشغال، هي سنه للعمل والانتاج بامتياز، حتى على صعيد توليد الافكار، كلنا كمان بالعموم الابراج رح يكون عندهم افكار جديده، لانه الدراجون حدا افكاره كثير عميقه، بحط بدايات بحط نهايات، رح تزداد شوي عند الثور بهذا العام. نصيحتي للثور بهذا العام عدم العناد والمواجهه، يعني كل شيء حدا بيعمل عكس التنين
بيعمل سنته من سنة حظ لسنة سيئة، فبدي أنصحه هاي النصيحة. رح يكون عنده أفكار وإبداعات، ما حيكون عنده الوقت ليحققها، رح يكون شوي مضغوط، رح نشوفه مجبر ببعض الأحيان على مزاولة أعمال ما بيحبها، بس رح قل له ما عليه، يعني مثل ما بيقولوا لما بيجي الريح الواحد شوي يوطي راسه لحتى ما يوقع بمشاكل بهذا العام. رح تكون سلطة في أعلى منه بهذا العام كمان ينتبه من المشاكل أو خود أي شيء يخصه بالمحاكم بالقضايا لحتى ما يتعرض لمشاكل. سنة الصراحة ما حتكون سهلة عليه، بس رح يشوف نفسه في كتير أشخاص مساعدين له. هو صاحب كلمة، بس بهاي السنة التنين ما حيخلي يكون صاحب كلمة، بيغير كلامه، لذلك بنصحه أنه يدرس خطواته لعزيزنا الثور بهذا العام. ننتقل عند النمر بعام التنين، بتستمر حالة التوازن عنده ببداية العام، بس ما بيلبس بالدخول بحالة مليئة بالمخاطر وتحقيق الإنجازات. رح يكون عنده إنجازات بس رح يكون فيها مخاطر، لأنه الدراجن قوي والنمر قوي، فرح يكون في مواجهات. يحاول كمان يكون دبلوماسي شوي بهذا العام، يحذر من البدء بمشاريع جديدة ويكون يقظ، يعني أي شيء بده يعمله جديد يوثق أوراق، ينتبه من كل شيء الشروط، أي شيء لما حدا بيكتب عقد بيكون فيه شروط جزائية وهيك، ينتبه على هاي النقطة كتير منيح بهذا العام. سنة كمان بتعطيه شعور بالشجاعة والثقة، رح تكون جرأته قوية لأنه التنين بيعطيها وهو نمر، بس ينتبه ما يصير هذا الشيء عنده بغرور. كمان هناك فرص لزيادة الثروة، بس عليه إدارة الشؤون المالية بحكمة والاستفادة من كل الأشخاص المحيطة فيه، والفرص الاستثنائية كمان. يتجنب الإنفاق العشوائي لأنه رح يكون في كتير مال ورح يكون عم ينفق أكثر من الوارد. سنة التحول الشخصي واكتشاف الذات، بهذا العام عزيزنا مولود النمر بيكتشف ذاته، بيكتشف شو مهاراته، بيكتشف شو نقاط القوة عنده وشو نقاط الضعف عنده. سنة التحول الشخصي كمان رح يكون عنده كتير تغييرات عميقة بمعتقداته وقيمه ومسار حياته بهذا العام، يعني رح تكون سنة كتير مختلفة عليه. ننتقل عند الهر بسنة التنين اللي نحن كنا بسنته هلأ، كانت سنة حظه، بس سنة حظه كان عم بيحط حجر الأساس، هاي السنة رح تكون أحلى من السنة اللي مرقت. التنين رح ياخده على جناحي لمكان آخر، يعني كتير رح يعلي عزيزنا مولود الهر بهذا العام. رح يكون كتير الوقت وكتير الانشغال، بس بدي منه ينتبه ما يضيع وقته مع أشخاص بيضيعوا له وقته، يكون بكل مكان عم ينجز شيء لأنه السنة تحمل له كتير أشياء. رح قل له بيهتز العالم كله تحت قدميه بهذا العام، رح يكون وين ما بيمشي بتكون كل الأنظار عليه، هاي الفترة رح تكون كتير إيجابية لأله ورح تكون نحو الأفضل. عام مليء بالأصدقاء والصداقات والأحبة، وفي ناس رح تكون داعمة لأله ومؤثرة، ورح يكون هذا الشيء مطلوب عنده بهذا العام، وهو رح يكون مطلوب عند هدول الأشخاص. رح يكون عنده كمان شعور غير عادي بالإبداع والإلهام، رح يكتشف مواهبه الفنية، رح نشوف كلنا بهذا العام مولود الهر رح يتجه شيء نحو الدراما، التمثيل، الغناء، أي شيء تحت الأضواء. الهر يعني أي سنة؟ الأرنب اللي هن مثلا 75 وكل 12 سنة. كل 12؟ كل 12 سنة. هو نحن بنط كل 12 سنة بالأبراج السنية. كل 12 أوكي. سنة صح. أوكي. ومتابعة المشاريع الإبداعية، رح يكون عنده شغف كتير متجدد بكل الأيام، رح يتقدم بمساره المهني، رح يحقق فيها إنجازات هامة، رح تعزز العلاقات الودية إلى نجاحات ملحوظة. عام مليء بالطاقة والحيوية، كلياتنا رح ناخد طاقة وحيوية منك هذا العام كريم. هلأ بننتقل لعند التنين بعام التنين، بدي أقول له أنه هذا عام الثقة والجاذبية. معروف التنين بجاذبيته، بس هاي السنة رح تكون أكتر وأكتر، وثقته بنفسه رح تكون أكتر. إنجازات هامة بحياته المهنية رح تكون، مقدر له جوائز بهذا العام، إن شاء الله منشوفك بجوائز كتير كبيرة بهذا العام. رح تكون المشاريع كلها ناجحة، عنده أيضا توسيع الشبكات الاجتماعية وأيضا زيادة بالطاقة والحيوية، ازدهار مالي وفرص استثنائية. تحمل السنة وعود كتير كبيرة، بتطرق بعض التحديات، بس هو رح يكون قد هاي التحديات. التحديات رح تكون من ناس خلينا نقول بتغار، أو عم بتحس إنه صديقنا التنين عم بياخد مكانه بمكان ما، فرح يكون فيه هيك شوية عرقلات، بس رح ينتصر علي عزيزنا التنين. رح يكون عنده الكثير من العلاقات الجديدة مع أشخاص لهم نفوذ، ورح يكون محبوب كتير، رح يساعده ليصل لأهدافه كلها. يحاول إنه ينتقي
الأفضل، ورح يكون عنده منحة مادية كتير كبيرة بهذا العام، ومقدر له يتملك شيء بهذا العام، وطبعا الأعزب بيكون عنده فرص للزواج بهذا العام. بدي أقول لك شو بدي وقفك، هو بدي وقفك، ما معقول ما وقفك. خير؟ لا يا طير. لا لا، لأن أنا مرق علي 5 سنين كتير صعبين بحياتي، فبتأمل إنه هيدي السنة عن جد اللي عم تحكي يصير معي ومع كل العالم، إيه، ومع كل الأبراج، لأنه عن جد بتلاحظي ريم إنه الناس تعبانة عن جد. إيه صح، معك حق. يعني مش إنه بس إنه أنت، أنا كلنا تعبانين، وبتحسي حتى لو الفرصة عم تجي عم تجي يا عم بتروح يا أنجب، انه فرصه خجوله. خلينا فرصة خجولة. يعني بقيت حلنا تعبنا. صح. هلا اول شيء بتمنى لك سنه حلوه، وان شاء الله تكون هاي السنه تعويض عن كل السنين، وانت كمان ديانا وكل اللي عم بيسمعونا يا رب. بس يمكن نحن الفرص عم تجي والشغل وكلنا عم نتعب وبنحس حالنا بمكاننا، يمكن نحن مع المكان اللي نحن موجودين فيه ما عم بيخلونا نتطور اكثر من هيك. يعني دائما مشاكل، دائما حروب، دائما صحيح عم نعيش في المنطقة. ظروف الحياة والظروف اللي عم بيصير كله حوالينا، بتلاقي غير أشخاص يمكن ما عندهم ما عم بيعيشوا ربع مهاراتك، بس هن بغير مكان، مكان فيه سلام وفيه رزق وفيه حياة طبيعية، لأن نحن ما لنا بحياة طبيعية، لنا سنين كتير طويلة عم بياخدوا حقهم، بس نحن الأشخاص اللي هون عن جد في كتير أشخاص مبدعين للأسف ما بياخدوا حقهم بسبب الظروف. أنا بقول إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب الظروف تكون أحسن هذا العام. ننتقل عند الحصان بسنة التنين. بس قولي حصان تطلعي فيه، ديك وحصان رح يجيك الحظ من هون. ان شاء الله في بحبوحة، في رزق، في وفرة. من افضل الاعوام بحياة الحصان بهذا العام تحسن بالعمل، ازدياد بالاموال، علاقات جديدة بتدخل بحياة الحصان، تطورات عائلية جميلة. الله. بيشعر كل شيء بيصير على خير ما يرام، رح تكون سعيد، بس بنصحه بالهدوء والتروي حتى يشوف الصورة من كل الجوانب. يعني رح يكون في عنده كتير عروض لعمل، لشراء شيء، رح يكون في كتير عروض، بس بدي تتوضح الصورة ليقول الأوكي، مش دغري يشوف الأشياء ويقول أوكي عليها. هذا الموضوع رح يكون من اختصاصك أنت تنصحي، بس ما يستعجل بهي النقطة. بس بالعموم سنة رائعة رح تكون إن شاء الله. بتوقع تكون الأمور كلها منيحة له. والشيء الجيد بهذا العام هو أنه رح يكون عنده قبول لجميع أنواع التغييرات والتحديات، ورح يحب تجربة أشياء جديدة، على الرغم من أنه يمكن يشعر ببداية التغيير أنه في شيء غلط، مثلا مثل تغيير البلد، اول ما بتروحي على بلد جديد بتحسي حالك مش كل شيء عم بيصير مثل ما بدك. ينبسط بالتغييرات لانه التغييرات رح تكون كثير ايجابيه له، رح يستمتع بحياته كثير بهذا العام. ممكن يكون عنده نقله من بلد لبلد او من بيت لبيت بهذا العام، او من عمل لعمل، وبكل الاحوال رح تكون الامور حلوه، بس ببدايتها رح يحس بصعوبه، بس بعد شوي رح يشوف قديش النقله كانت لصالحه. ننتقل لعند العنزة. بدي أقول لك كمان للعنزة مبروك، لأنه السنة كتير حلوة. بيلعب التنين دور المارد السحري بهذا العام بحياتها، بيساعدها لتحقق كل شيء بترغب فيه، بيدعمها لتكون مبدعة وقوية جدا بهذا العام. إذا كانوا عازبين يجهزوا حالهم لارتباط بهذا العام، وحتى المرتبطين يمكن لإنجاب أو لتغيير بيت. بيمر العام بسلاسة، وبيحاول أنه يكسب أكثر ما بيستطيع، لأنه رح تكون عنده كتير الأمور سهلة وسلسة. بدي أقول له يستفيد من التنين وما يترك نفسه تائه شوي. مواليد برج الصيني العنزة دائما عندهم مشكلة بالتأخير بالمواعيد، شوي مستهترين بالوقت. هذا العام ممنوع يستهتروا بالوقت، لأنه رح تكون الفرص ناطرتهم بكل الأوقات. بدي يدرك عيوبه ويقوم بإجراء التعديلات والتغييرات بالوقت المناسب على صعيد العاطفة، لأنه العنزة شخص شوي غيور، سواء الشاب أو البنت، كتير بيحاسب، كتير بيدقق. إذا بده يحافظ على الشريك كمان بهذا العام، بدي منه ما يزعج الشريك بهذا العام، ما يخنقه، صح، يكون شوي هيك open mind بهذا العام. رح كتير يصبح أكثر تمييز، يضل هادي بهذا العام، ممنوع الفوضوية، العمل رح يكون عنده كتير منيح بهذا العام. ننتقل لعند عزيزنا القرد. كمان القرد من الأبراج المحظوظة، لأنه القرد والتنين كتير بيتفقوا مع بعض. بدي أقول له يركز على الاستثمارات الأعلى لطاقته، رح يزيد عنده الطاقة والحيوية والنشاط، رح يكون موجود بكل الأماكن المناسبة، رح يكون كتلة من النشاط والحيوية، رح يزيد التنين أكثر وأكثر، رح يكون ديناميكي لأبعد الحدود. ينتهز هذا العام بكل قدراته وبكل وقته، هو عام النجاح والوصول للأهداف المرتبة.
بدي أقول له لا يضيع الوقت، يحط خطط لكل الخطوات. بنصحه بأنه يرتب مواعيده وينتقي الأشخاص المحيطة فيه، لأنه رح يعطوه الحظ وهو رح يعطي حظ للناس المحيطين فيه. أفكاره رح تكون جديدة وبناءة، رح يقوم بالترتيب أولوياته وكذلك إدارة أمواله لأنه هو شوي مبعثر، وكمان من الأشخاص اللي رح يكون عنده نقلة بهذا العام أو بلد أو يمكن سنة للارتباط لمولود القرد. ننتقل عند التنين، عند الديك عفوا بسنة التنين. يلا لنشوف. بدي أقول له بيحملك التنين على جناحي بهذا العام وبيعطيك القوة بشكل كتير كبير. بتكون قراراته بمكانة، بيشعر أنه قوي ومحب للسلطة. رح ياخده التنين للقاءات جديدة وبيعطيه صداقات كمان كتير جديدة مع أشخاص أصحاب نفوذ. رح يتأثر مع التنين بهدف بالعمل، ورح يكون العمل كتير منيح له هذا العام، ورح يحقق إنجازات على هذا الصعيد. بالعموم عام جميل جدا يستفيد منه طالما هو على استعداد للاستثمار، لأنه هاي العام للديك لازم يستثمر شيء أو يفتح شغل جديد. وقته وطاقته رح تكون كتير منيحة، مكافآت، رح يحصد الثمار المرجوة في النهاية. مع ذلك رح نبهه من الأشخاص المحيطين ورح يكون عنده شوي من العقبات، بس أنا بعتقد أنه رح يجتازها بالذكاء اللي عنده والدقة، وهي بصفاته للديك. بس كمان الديك من الأبراج الصريح زيادة عن اللزوم، صح. مطلوب منه هذا العام شوية دبلوماسية، شوية يحلي الأمور لحتى ما يصير صدام بهذا العام. ننتقل عند الكلب كمان بعام التنين. بدي أقول له سنة جمع الأموال بسهولة، لكن صرفه رح يكون بسهولة أكثر. بنصحه يضع قرشه بالمكان المناسب لأنه رح يكون كتير عنده مصاريف إضافية بهذا العام. وعزيزنا مولود برج الصيني الكلب كمان رح يكون عنده شوية لا سمح الله وعكات صحية. بدي أقول له حدوث لقاء الكلب والتنين هي كنوز الأرض، هنن أو بتكون سنة كتير حلوة أو بتكون سنة سيئة. الكلب كمان من الأبراج الصادقة، الأبراج اللي بتحكيها مثل ما هي. التنين بحاجة للأشخاص الأكثر سرعة، الأكثر بديهة، الأكثر حضور. الكلب شوي كسول، فهي النصيحة لكل الأبراج هذا العام بدهم يتقمصوا شوي من شخصية التنين اللي هو يكون حالم، مساير، سريع البديهة. هذا الشيء ما أنه موجود عند الكلب، فممكن تكون سنة شوي سيئة عليه. بحال غير من طباعه بتكون السنة عليه حلوة. هو عام أيضا للمناصب والأشخاص أصحاب النفوذ. أنت قادر على تنبيه عقلك لحتى يضل عم يعمل كل الوقت لتحسن من وضعك عزيزي مولود برج الصيني الكلب. نختم أخيرا مع عزيزنا مولود برج الصيني الخنزير. بدي أقول له التنين أسطوري، ما بيسمح لك للأساطير بهذا العام، لأنه كمان الخنزير من الأشخاص الأسطوريين. فهذا العام ما بده يتعدى على عزيزنا التنين، بس بده يشوف الأمور على حقيقتها ويلتمس الجد، لأنه شوي كمان عزيزنا مولود برج الصيني الخنزير حالم وكسول. هذا العام ممنوع الكسل، بده يتواجد بكل الأماكن. بس بدي أقول له كمان لا تركض وراء الأوهام والكلام حتى لا تدخل بالمعاناة، والانتظار الطويل رح يكون محالفه هذا العام. يعني كمان نصيحة له، كل شيء بده يعمله يكون موثق بهذا العام، ومع ذلك رح تكون سنة فيها العديد من الأشخاص الداعمة كالعادة، لأنه مولود برج الصيني الخنزير محظوظ دائما بالأشخاص اللي بيكونوا معه وداعمين له. احتمال يكون في أشخاص غير مجديين ورح يكون في أشخاص مجديين. أنت بأمان، انتبه من المصروف الزايد وكون نشيط لحتى يحبك عزيزنا مولود برج الصيني التنين. دان؟ بدي أسألك، الأرض عندها برج؟ الأرض؟ لا، الأرض هي بتعطينا الأبراج. هي بتعطينا الأبراج، أوكي. أوكي. عم بجرب هيك، كنت عم تحكي عم أقول معقول الأرض يكون عندها برج؟ الأرض بتعطينا كل الخيرات، هي كل الأبراج، هي كل السلام، هي كل شيء حلو بهي الحياة. يبيتنا. طيب رح نتوقف مع بريك، نرجع منكمل؟ يا. يا. شرفتونا. متابعين معكم بشرفتونا، وبعدها بضيافتنا ريم وتار. ونحن بهيدا الفاصل مشاهدينا رح ناخد كل واتسابيتكم اذا حابين تعرفوا شو ناطرين بعام 2024. معنا مرام من اليمن، 26/2/2004.
بدها تعرف عن شيء معين؟ لا حتى بالإجمال بدي أقول لأنه عندها سنة جميلة رح يكون فيها يمكن ارتباط هذا العام إذا هي من الأشخاص العزابية وإذا هي من الأشخاص المرتبطين صغيرة 2024 خلينا نقول إن شاء الله بنقول لها مبروك هذا العام يمكن تخطب يمكن تتزوج حتى إذا كانت عم تدرس هي هذا العام للنجاحات لقلب امتياز سنة بتحمل لك كل الخير والوفرة إن شاء الله في عنا عبد الوهاب من القاهرة 26 عفوا مخرج 26 26/9 يعني 6/9/62 عبد الوهاب من القاهرة عبد الوهاب بالسنة قبل شوي قلت إنه على عزيزنا مولود برج الصين النمر رح تكون شوي صعبة بحال كان في عنده مواجهات المطلوب منه بهذا العام بس يوثق كل الأوراق بحال بده يبيع أو بده يشتري أو بده يعمل أي شيء أو إذا في شر جزائي ينتبه منه بس بالعموم سنة كتير حلوة رح يحس حاله نشيط وحيوي أكثر من السنين الماضية رح تكون الثقة عنده زايدة عن حد بهذا العام لأنه التنين بيعطيه ثقة زيادة بس ينتبه ما يفوت بالغرور وما يفوت مع سلطة أعلى منه بمر العام بسلام وبيكون فيه حظ وفيه مال وتكون سنة خير عليه يا رب رشا من مصر بتحيينا شكرا لك رشا 22/10/83 رشا برج الصيني الخنزير رشا من الأشخاص اللطيفة كتير وهذا العام كنا عم نقول أنه البرج الصيني الخنزير شوي كسول يعني بتأخر شوي على مواعيده ما كتير عنده أولويات بالسرعة هذا هاي السنة ممنوع يا رشا يكون وقتك إلا تكوني حاضرة بكل المناسبات ما كتير تروحي وراء الأحلام يعني كمان بدك الصورة تكون واضحة لأنه برج الصيني الخنزير كتير بيصدق كل شيء وهي السنة رح يكون فيها شوية أساطير على شوية أحلام بلس كتير زكاة وكتير رزق وكتير شيء حلو يعني كمان هي مطلوب منها شوي تشوف الصورة بوضوح لحتى تنتقي الأفضل بهذا العام بس بالعموم سنة متوسطة وجيدة عليها إن شاء الله الحمد لله ننتقل معك مع جيلان 17/8/62 على الصعيد المالي على الصعيد المالي رح قلها هي سنة بالعموم السنة حلوة كتير للمال لأنه الدراغون حدا بيعطي مال وبيعطي طاقة أوكي. وبيعطي قوة وهي سنة رح يكون فيها مال كتير منيح بس بدي قلها أنه برج الصيني النمر هذا العام تتوثق كل أوراقها لحتى ما تتعرض لأي شيء بخص المال مثلا لا سمح الله نصبة أو شيء تنتبه على كل شيء شروط جزائية بما يخص هالموضوع بس على صعيد المال رح تكون السنة كتير حلوة بس كمان كنت عم نبه أنه من موضوع الإسراف الزائد شوي بدها تنتبه على المصروف يعني اذا بيجيها مبلغ كبير ما تحاول تحطه كله بمكان واحد لحتى ما تتعرض لشويه ضيقه ماليه وليد من لبنان 15/10/73 مواليد برج الصيني الثور والثور كمان من الابراج اللي هي السنه شوي بيعاني لانه الثور حدا بيحكي اياه هيك كثير جدي يعني رجل الثور بيكون رجل بكل معنى الكلمه بدي منه بهذا العام بس شوي يكون دبلوماسي شوي ما يحكيها مثل ما هي كثير صعب عليه هذا الموضوع لحتى ما يفوت بتحديات وبشجارات رح يكون شعله من النشاط والحيويه رح يكون كثير عنده ناس جديده بحياته تدعمه وهو اصلا بيدعم الاشخاص بهذا العام سنه كثير جميله بس على شرط شوي يهدي من عناده عزيزنا برج الصيني الثوري هذا العام لحتى ما يتعرض لخسارات وعلى صعيد العاطفه كمان ينتبه من مواجهه قويه مع الشريك اوكي بدي ارجع لك لواتساب سبق واخذناه هي مرام من اليمن قلنا عمرها 20 سنه 26/2/2004 بدها تسال تحديدا عن العاطفه لانك قلتي كمان في زواج ان شاء الله ما قلنا لها في زواج على صعيد العاطفه رح تكون من الابراج المحظوظه بهذا العام عندها هيك حظوه كثير حلوه رح تشوف حالها هي اصلا بهذا العام هي وماشي رح تكون محط انظار لانه هي من الابراج المحظوظه وحكينا عن برج قبل شوي فصعيد العاطفه رح قلها من هلا ان شاء الله مبروك كبير ان شاء الله ايناس من مصر 21/10/61 إيناس برج الصيني كمان الثور هذا كثير عم يجينا أسئلة عن الثور لأنه الثور بصراحة عم بيحسوا أنه في تعب وضغط عليهم بس بدي أقول لهم السنة والله بتمرق بسهولة بس على شرط شوي نكون رايقين شوي نكون هادين بالعموم السنة على المرأة الثور بتجي أخف
وطأة من الرجل الثور، لأنه الرجل كثير بيتعرض لأشخاص جديدة بالحياة. بالعموم المرأة بتكون شوي أهدى، عندها سنة حلوة كثير على صعيد العائلة، على صعيد العلاقات. يمكن هذا العام كمان الثور يحصل على إرث أو مال، تنتبه شوي من المصروف الزائد، لأنه المرأة الثور والرجل الثور هن كثير أشخاص كريمين. أنا ابني ثور بس بعده صغير، يعني ما في شيء بيبين بالنسبة بعده صغير بس بس يكبر. وعلى فكرة الثور كتير بيكون، يعني اللي عنده طفل الثور بيكون كتير محظوظين أهله فيه، لأنه بيكون حدا بيحب كتير العائلة كتير. الحمد لله مزبوط، الثور بيحب العائلة كتير. بننتقل معك إلى 29/9/81. البرج الصيني بيكون الديك قلنا عنده سنة متوسطة شوي بهذا العام، بس بالعموم سنة جيدة، رح يلاقي أشخاص تدعمه وتعطيه دائما التفاؤل، ورح يكون شعلة من النشاط والحيوية. رح يكون عنده مقدر له مال كتير، شغل جديد، حياة حلوة. للعزاب يمكن يلتقي بنصه الثاني، والأعزب والمتزوج عنده شيء على صعيد العائلة كتير حلو. بس كنت عم بقول كمان أنه الديك من الأشخاص الكتير صريحين، بيحكيها مثل ما هي. شوي هذا العام مطلوب انه شوي يحلي كلامه مع الاشخاص، حتى لو ما عجبه الحديث، شوي يكون دبلوماسي بهذا العام. من قلة الدبلوماسية اللي عنده إياها الديك بفوت حاله بمشاكل. لا هو حدا صريح وواقعي وناقد، لأنه واقعي. يعني إذا ما عجبت القصة لديانا، فيها تقولها مثل ما هي بدون ما تجملها، بس ما بتكون قصدة تجرح الشخص اللي قدامها. فالمتلقي أمرار بيكون ما له بيمود حلو. أمرار المتلقي إذا موده حلو، قد ما تحكي معه بيتقبلها بيروح حلوة حسب الشخص. نوال من السعودية 29/4/75، أول شيء عم تسألك شو برج الصين؟ الهر. الهر المال والعاطفة. المال والعاطفة، نحن بعدنا بسنة، ما خلصت سنة، العشرة شباط لتخلص سنة الهر الصيني اللي هو بسنة حظ كتير حلوة. السنة هاي كانت عندها وضع حجر الأساس لكل شيء حلو، ومرقت السنة حلوة. السنة الجاي الدراجون بيحبه كتير للهر، فرح تكون السنة أحلى من سنة حظها. يعني رح تكون بسنة التنين رح تكون سنة عليها أحلى من حظها. عم تسأل على صعيد المال، رح تكون سنة لقطف الثمار، كل شيء زرعته بالعام الماضي. إذا عم تسأل على صعيد الحب، رح تكون سنة للارتباط، للإنجاب، للأشياء الحلوة. على صعيد العائلة وعلى صعيد العمل كتير سنة حلوة. يعني الهر محظوظ أكثر من سنة حظه بسنة التنين بهذا العام. الهر والتنين بيتفقوا مع بعض، سبق وذكرت هذا الموضوع. ونحن بسنته للهر. صح. أي. بننتقل لندى 5/2/94، حابة تعرف عن العاطفة والمال. اوكي، برج الصيني الكلب، والكلب كنت عم بقول قبل شوي بالابراج انه التنين وبرج الصيني الكلب ما في نقاط مشتركه بيناتهم، ما بيشبهوا بعضهم بولا شيء. بدي منا على صعيد العاطفه تنتبه من الشريك، اذا حدا جديد فات بحياتها ما تركض ورا الاحلام او الاوهام. يعني عزيزنا برج الصيني الكلب بيصدق كل شيء بالعموم، وبالاخص المراه الكلب بتكون كثير عاطفيه ومحبه ومسالمه. هذا العام بدها شوي بدها شوي تنتبه من كل الكلام اللي بتسمعه. يعني مو اذا سمعت كلام معسول تكون الحقيقه هيك، بس توثق كل شيء وتشوف الصوره واضحه، تفوت بالقصه على الاخر رح تكون من سنه حظ كثير حلوه. يعني الكلب هو بهذا العام قادر يخلق من سنته، او بتكون سنه كثير حظ حلوه او بتكون سنه سيئه، على حسب ما هو كيف بيقرا الامور. مطلوب منه يعني يكون سريع البديهه مثل التنين، ذكي لماح، يعرف شو بده لحتى تكون السنة حلوة. مروة من مصر 21/7/82. برج الصيني كمان الكلب. هلأ بعدنا عم نحكي الطول، كنا عم نحكي أنه كل 12 سنة 94 وهلأ 82. نفس النصيحة رح نعطيها إياها، وما بعرف إذا كانت عم تسمعنا، بدي إلا تشوف كل الأمور بوضوح لحتى تخلق من سنة ممكن تكون سيئة لسنة كتير حلوة، لأنه التقاء الكلب والتنين ما دائما بيكون حلو أو على زون. بس بالعموم سنة حلوة للأشخاص اللي بتتوضح عندهم الصورة، بيكونوا سريعين البديهة. بدي منها تكون بهذا العام يعني فايقة لكل شيء. عنا سلمى من السعودية ب1/9، بس يمكن حطيت لها السنة الهجرية. سلمى 1429. سلمى يا ريت بترجع تبعث لنا واتساب بالسنة العادية، أو ما بعرف إذا في طباعة غلط، يمكن قصدها تقول 1992، ما بعرف. يا ريت يا سلمى بترجعي بتصححي لنا. 26/6/78 روان.
روان، برج الصيني القرد، والقرد بهذا العام كثير بيكون محظوظ لانه في علاقه كثير حلوه بين القرد والتنين، ورح اقول انه ما حدا بيتحمل التنين غير القرد، وما حدا بيتحمل القرد غير التنين، لانه هن الكائنين بيشبهوا بعضهم بالتهور بالمزاجيه، بس هن كثير طيبين كثير مهضومين، ما كل العالم تتقبل الكاركتر الموجود عندهم. بالعموم سنه بتحمل لك كل الحظوظ، اللي دراجون كثير بيحب القرد، بيعطيه رفعه شان، مال، سفر، تغيير بلد، نجاحات على صعيد العمل، حتى على صعيد العاطفة رح تكون حلوة وموفقة. كمان برج الصيني القرد من الأشخاص اللي بيتاخد بالكلام المعسول، هذا العام ممنوع تتاخدي بالكلام المعسول. نعم. نرجع لسلمى. أوكي. 3 جانيوري يعني 1/79 رند 79 عن الصحة والمال وعن بس صحة والمال. كان عم تشوف جوزة كمان. بما أنه 3/1 بناخد السنة اللي قبل، يعني ما بناخد 79 بناخد 80. أوكي. بيكون برج الصيني القرد. عم تسأل عن الصحة، القرد عنده شوية وعكات صحية كان بالفترة الأخيرة، عنده أرق، عنده قلة نوم، لأنه عنده تغييرات بحياته شوي، ما بيقدر يركز بالتغييرات. بس بالعموم رح قل أنه رح تفوت على سنة كتير حلوة، اعتبارا من من 10 شباط رح تكون أمورها كتير منيحة، عاطفيا، صحيا، ماليا رح تكون الأمور كتير منيحة. هلا التنين بيعطي طاقة وحماس وحيوية، وبرج الصيني القرد وعنده طاقة وحيوية ونشاط، والقرد آخر شهرين من السنة كان عنده وعكات صحية بما يخص الأرق والقلق وقلة النوم. بدي منا بالعام الجديد تنتبه شوي، تعطي وقت للراحة، وقت للتأمل، وقت لحتى شوي تريح جسمها من السرعة والنشاط والحيوية، بس هذا العائق الصحي اللي عندها، بس أنا ما بشوفه عائق صحي. أوكي. شوف إنه شوي تاخد راحة. سلمى من السعودية 13/9/2007. سلمى عن شو بدها تعرف؟ سلمى أول شيء بدها تعرف برج الصيني شو؟ وعن الدراسة والمال. برج الصيني الخنزير، والبنت الخنزير بتكون لطيفة ومهضومة وحبوبة، وعن المال؟ دراسة والمال. دراسة والمال، يعني الدراسة أنا دائما بقول هي اجتهاد شخصي ما له علاقة بالحظ، بس كمان بدي أقول لأنه السنة متوسطة عليها، يعني يفضل موضوع الدراسة نجتهد أكثر ونشتغل على حالنا أكثر، بس بالعموم هي بنت دائما واثقة من نفسها وما بتحب الخسارات، فهدول الشخصيات الهادية بيطلع منهم درس كتير كبير، يعني بتلاقيها هادية بس بتكون كتير بالدرس، وبما أنه عم تسأل على الدرس فأنا بتوقع شطورة، إن شاء الله يا رب سنة كل النجاحات. وعلى الصعيد المالي بدي أقول برج الصيني الخنزير دائما محظوظ، دائما عنده مساندات، دائما بيكون في حواليه العائلة بتحبه، دائما دلول العائلة خلينا نقول، فدائما عنده مال وهو محظوظ بالمال إن شاء الله. يعني لاحظنا من خلال هيك اليوم مع كريم إنه كل شيء في بوزيتيفيتي عم تحكي فيهم اليوم. إن شاء الله يا رب. إن شاء يعني الله. يعني كل شيء في إيجابيات عم نحكي فيهم، حتى لو عم نأخذ من التنين. حتى لو كان في شوية سلبيات عم من هيك. نتحيل عليهم مثل ما بيقولوا. يعني بالآخر منتمنى إنه تكون سنة خير على الكل. إن شاء الله يا رب. سنة خير عليك، على المشاهدين اللي عم بيتابعونا أكيد، وعليك ديانا وعلى كل العالم إن شاء الله يا رب. وعليك كارين وشرفتينا ريمو. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصلوا على الأرقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.